كمل يا معلمة. هنجيب حرامي في الأصل كان خباز وحلواني. أنا هنزل الفرن الأفرنجي أجيب لكم الحرامي ده. أفرنجي إيه يا أطل؟ الحلواني ده يبقى جوز أمك الله يرحمه. كتك ست النيلة. أنا عايزي تنزلوا دلوقتي على قهوة الحرامية تستلقطولكوا واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانة دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد يا متنيل. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده، هتفتش الاسرار. ماشي، مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل، شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضل يا معلمة. الو، ازيك يا واد يا منعم، وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكة كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده، انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا طب استنى، هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي حيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه يا دكتور؟ ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد، هنسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره، عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه انا هسال، انا ايوه هسال واجي. حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة، زق قوي انت. مع السلامة، باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه المكان ده؟ ما تقلقش، احنا ماشيين صح. انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟ عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجة يا شوشو، دي القعدة صغرت قوي. ده دوبي دوبي دوبي. الحقوا. في طفل صغير مش لابس بنطلون، اقسم بالله اهو. ايه ده فين ده؟ ايه ده مش صغير، ده كبير. لا مش هبص. رجلتنا فين يا هاني بس؟ بص ما تخافش. مش ممكن. المكان ده يا نهار اسود. اقف هتدوسوا. مش عارف عايز ايه. ما تقلقش، دول اهل المنطقة لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يأمنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتأمنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي اهم من الشعب. خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش، انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟
مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجرة ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوة. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابني ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقة السلبية. صلى على النبي. اه، وروح بقى اسأل كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير ياه. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا ياه. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت يا عمي؟ بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. مش حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانيه واحده معلش. شو ايه دبدوبي؟ المعلم منعم اسمه المعلم منعم ايه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويه يا عسلويه. عسلويه؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويه. اه خش يلا خش جوه. طب انا جوه العربويه. جايين للمعلم منعم لو سمحت، يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما اعملهاش معاه. يا لو سمحت انت. ايوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ اه ما يغلاش عليك. اخلص عرقها ده عنده في منك. من المجنونة. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف على تف على. هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت يا دي النهارده. طب خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. لا لا الله. حد ليه يشوف حاجة؟ طب حد شاف شوي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ أنا هاني حامد أخو شوي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقة؟ الإيه؟ العيقة. آه جايز. آه 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 هي عيقة. آه سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حرمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطني من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم. روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو. فينو. ماشي يا معلم. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم أنا اللي كنت بتضرب. أنا حييتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس أخد الحق صنعة، واللي أنت عملته ده مفيش فيه أي صنعة. دي دخلت إنك لميت وإنهم لميتون. واضح يا معلم إنك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما أنت بتشرب معسل أهو يا معلم. أنت مالك؟ صح صح صح. اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها. حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي.
ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه، احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لو مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي. ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي يعني زي جزر يعني، دي التعويذه. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش هرب بقى يا ولا. لو عندك علبة آيس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والآيس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد أسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف يا ولا. نعدي من هنا؟ وط يا اهبل، اوعى بقرف، مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ ما معاك الكاميرا تصورك هنا.